لك يا محمد يا رسول الله فاشهد هذا يا رسول الله فاشهد كلما مر الزمان فهو جرح يتجدد فهو جرح يتجدد ابنك يا محمد يا رسول كلما مر الزمان فهو جرح ايش ما يمر بين الزمان من يمر يوم الحسن عيشة واقع مو حكاية قصة مرت بالزمن وقصة مرت بالزمن ونجمع التاريخ كله والأيام يسجلن يا سبطي الرسول إيش عندك كلام ومعن يا سبطي الرسول شفت هم وذية ويلي يا روح الزكية شقد شفت هم وذية ويلي يا روح الزكية كلما مر الزمان فهو جرح يتجدد فهو جرح يتجدد هذا ابنك يا محمد هلا هلا بارك الله بكم هذا ابنك يا محمد يا رسول شاهدي على الناس واشهد يا كبد هذا انفرق حجة الباري تخون الناس واسفع للجرى الناس واسفع يا وصية الانكروها يا حبي هم ما دري حسن ريحانة الهادي هالحكي شقد كرره هالحكي كم حديث وكم رواية وردت بهاي القضايا كم حديث وكم رواية وردت بهاي القضايا كلما مرت فهو جرح يتجدد فهو جرح صيح هذا ابنك يا محمد يا رسول الله فاشهد هذا ابنك يا محمد يا رسول الله فاشهد كلما مر الزمان فهو جرح يتجدد فهو جرح المقاتل والسيار من كل فريق فضل ابو محمد شهد للعدو من قبل الصديق العدو من قبل عن ابو ابراهيم جده وبخبر كلش وثيق هو من اهل الكساء رد باكثر من طريق هو رد باكثر من للأسف نكرو حديثك وانكرو حبها لبيتك وانكرو حبها لبيتك كلما مر الزمان فهو
هذا ابنك، هذا ابنك يا محمد يا رسول الله البشر، هذا ابنك يا محمد يا رسول الله البشر. كلما مر الزمان فهو جرح يتجدد، فهو جرح يتجدد. الوادم المصلح ترفضه تركض ويا اهل الدجل، بيها ما ظل كل حياته لا ضميري ولا خجل، ولا ضميري ولا اللي يريد الخير اله حاربه ويبقى يوجل. صارت الوادم عبيد الدنيا ما تنطر اجل، الدنيا ما حسن راعي الأمانة أعلنت لها الخيانة، يا الحسن أعلنت كلها الخيانة. كلما مر الزمان الزمان كرر بكل الصور، مرة هامو ومرة شبته ومرة مقطوع النحر ومرة مقطوع النحر. يا رسول الله القضية ظلت تعيش بخطر، أما ما بيها نتيجة ربي عجل المنتظر، ربي ياخذ بثار الضحايا للعدل ينثر لرايا، ياخذ بثار الضحايا للعدل ينثر لرايا. كلما فهو لخادم اهل البيت داخل الجحيشي يتجد، هذا ابنه.